أهلا بكم كلية طلبة صف الأول للإعداد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي يجمع ويطرح الأعداد النسبية. جمع وطرح الأعداد النسبية، الموضوع ده سهل جدا، بس المشكلة إن الناس بتبصله بالنظر. يعني أنا لو معايا مثلا نص عايز أجمعه مع التلت، لازم توحد المقامات الأول. طب أنا بوحد المقامات إزاي؟ أنت فقت معاك في الحصة اللي فاتت إزاي توحدها عشان الناس اللي مشافتش الحلقة. دول بنضربهم في بعض ودول في بعض ودول في بعض، يعني الاتنين في تلاتة بكام؟ بستة. الواحد في تلاتة بتلاتة، الواحد في اتنين باتنين، كده المقامات زي بعضها. خد مقام واحد بس واجمع اللي فوق. منجيش يا شباب نقول ان واحد وواحد اتنين واتنين وتلاتة خمسة، غلط الكلام ده، غلط. امال اعمل ايه؟ لازم توحد المقامات الاول، بعد ما المقامات بقت زي بعض اجمع بقى. بناخد مقام واحد ونجمع اللي فوق، مش فاهم؟ لو معايا تلات ارباع عايز انقص منها صبع، احلها ازاي؟ وحد المقامات يا باشمهندس، دول في بعض دول في بعض دول في بعض. الاربعة في سبعة بتمانية وعشرين، التلاتة في سبعة واحد وعشرين، الواحد في أربعة بأربعة. كده لو حط المقامات، خد مقام واحد بس اللي هو 28، يبقى 21 ناقص 4 يديني كام؟ 17. يبقى الإجابة النهائية 17 على 28. اجمع نص زائد ربع، الاثنين نفس السؤال، بس في ناس بتحلها بطريقين. ناس مشيت بالطريق بتاعنا وقالت ان احنا هنضرب دول في بعض كده، يعني نوحد المقامات، الواحد في اربعة باربعة، الواحد في اتنين باتنين، المقام تمانية وفوق ستة، وهنختصر لان دي قبل القسمة، على الاتنين فيها التلاتة، على الاتنين فيها الاربعة. يعني وحدوا المقامات عادي واختصروا الناتج في الآخر. طب زمايلنا دول الطريق التاني قالوا يا أستاذ، بس ما بينفعش في كل الأحيان، خلي بالك لازم يكون في الشرط اللي هقول عليه ده، إن الاتنين لو ضربتها في رقم تدينا أربعة. يعني بوحد المقام تاني إزاي؟ بقوم شايف أكبر رقم إيه اللي هو الأربعة، ينفع اخلي الاتنين دي زي ولو ضربتها في رقم؟ ايوه لو ضربتها في اتنين. بنقوم جايين على النص ده ضربين فوق وتحت في اتنين، وبنسيب ده زي ما هو. بقى هنا اتنين على كام؟ اربعة. زائد واحد على كام؟ اربعة. ناخد مقام واحد اربعة، اتنين زائد واحد كام؟ تلاتة. كمان مرة يا شباب، اجمع تلتين زائد سدس، وهنا تلتين زائد سدس. انا بكتب المسألة عشان احللها بالطريقين اللي انت عاوز تمشي بيه. نوحد المقامات، التلاتة في ستة بتمنتاشر، الاتنين في ستة باتناشر، والواحد في تلاتة بتلاتة، يبقى دول طلعوا خمستاشر على كام؟ على تمنتاشر، على التلاتة فخمسة، على التلاتة هنا فيها الستة، يبقى النتيجة طلعت خمسة على ستة. أو زمايل تانيين قالوا أكبر رقم هنا ستة، طب ما أنا ينفع أخلي التلاتة دي ستة، طب هتعمل إيه؟ هضرب فوق وتحت في اتنين، بقت أربعة على ستة زائد واحد على ستة، المقام ستة، أربعة واحد خمسة. خلي بالك إنها بتنفع في أحيان وأحيان لأ، يعني لو كان هنا خمس وسدس ما كانتش هتنفع، كان لازم توحد المقامات اللي هي الطريقة دي. فانت ثبت دماغك واشتغل بحاجة واحدة. مين يقدر يجمع لي دي؟
الناس بصت لها وتقول عليها صعب، وانا شايف ان هي سهلة. لو مشيت بطريقة توحيد المقامات هتلاقي الموضوع سهل جدا. ب في د ب ب د، ألف في د بألف د، نحطهم جنب بعض لأني مش عارف نتيجتهم ايه. ب ج ب ب ج، المقام ب د، يبقى النتيجة ألف د زائد ب ج. طبعا يا شباب لو كانت المسألة جمع وطرح اللي بيفرق الإشارة اللي بتتحط فوق بس، يعني لو كانت دي طرح مثلا هنوحد المقامات برضو، هيبقى بهدال بهدال ناقص، وهنا ألف دال وهنا به جي. هتبص تلاقي المقام بهدال وهنا ألف دال ناقص به جي. ممكن يا شباب يعقد لك شكل السؤال شوية ازاي؟ يقول لي قايل لك اتنين وتلت بالسالب زائد سالب نص، يعني انت بتهيألك ان المسألة دي لا خلاص احنا هنسيبها فاضية، لأن الموضوع سهل أوي. ارفع الكسر، فكرني تاني يا مستر كنا بنرفعه ازاي؟ ده الاتنين وتلت يا باشمهندس، كنا بنضرب دول في بعض والناتج اللي يطلع أجمعه مع اللي فوق، أضرب دهم في بعض والناتج اللي يطلع أجمعه إيه؟ مع اللي فوق. يعني الاتنين في تلاتة بكام؟ من في تلاتة بستة، واحد سبعة، سبعة على التلاتة بناخد المقام زي ما هو، متنساش الإشارة. أدي موجب وسالب، الموجب في سالب، شرطين يجوا ورا بعض يعني مضروبين بسالب. وحد المقامات، ما هو مفيش رقم أضربه في الاتنين يديني تلاتة، فأنا هضطر أوحد بالطريقة العادية بتاعتنا، نضرب دول في بعض. الاتنين في تلاتة بستة، الاتنين في سبعة بأربعتاشر بالسالب، الواحد في تلاتة بتلاتة، المقام كام؟ المقام ستة. سالب أربعتاشر ناقص تلاتة بكام؟ بسالب سبعتاشر. اجمع تلت زائد نص ناقص سدس ناقص خمسة اتناشر. عايز احل المسألة دي. في ناس قالوا يا استاذ احنا ناخد اتنين اتنين، كل اتنين مع بعض، ناخد دول مع بعض وناخد دول مع بعض ونحل المسألة. وفي ناس تانية قالوا طريق جميل قوي، انا اكبر حاجة هنا الاتناشر، طب ما الستة دي انا اعرف اخليها اتناشر والتلاتة اعرف اخليها اتناشر، ما لو ضربت دي فوق وتحت في اتنين هتبقى اتناشر، الاتنين لو ضربت دي في ستة هتبقى اتناشر، لان الاتنين في ستة باتناشر. طب التلاتة لو ضربت التلاتة في اربعة هتبقى باتناشر، يبقى هنا اربعة على الاتناشر زائد ستة على الاتناشر ناقص اتنين على الاتناشر ناقص خمسة على الاتناشر، يبقى انا كده وحدت المقامات كلها، يبقى التلت هو هو الاربعة على الاتناشر، والنص هو هو الستة على اتناشر، وهكذا. خدنا مقام واحد بس اللي هو الاتناشر، اربعة زائد ستة عشرة، عشرة ناقص اتنين تمانية ناقص خمسة، يبقى النتيجة طلعت ربع بعد الاختصار. اختصر، تلاتة على خمسة ناقص تلتين زائد واحد على خمستاشر، أكبر حاجة هنا كام؟ الخمستاشر، ما أنا ينفع أخلي كله خمستاشر، لو ضربت دي فوق وتحت في خمسة ولو ضربت دي فوق وتحت في تلاتة يبقى تسعة على خمستاشر ناقص عشرة على خمستاشر زائد واحد على خمستاشر، المقام هنا خمستاشر، عشرة ناقص عشرة، النتيجة طلعت صفر. يغير لك شكل السؤال شوية، يجي يقول لك لو كانت الألف بتساوي نص والب بتساوي اتنين مثلا، أنا عاوز ألف زائد ب، أنا عاوز ألف ناقص ب،
مثلا شكل سؤال كده، قمت انت قايل له ان الالف ده بنص زائد البي بكام؟ البي باتنين. واحد المقامات ده يعتبر مقامها واحد، اكبر مقام اتنين، انا ممكن اضرب دي فوق وتحت في اتنين، ممكن اعمل التلات خطوط اللي انت عاوزها، بقت نص زائد اربعة على اتنين، المقام زي بعضه، يبقى النتيجة خمسة على اتنين. او واحد بالبلدي خالص قال ان نص واتنين اتنين ونص، والاتنين ونص دي اللي هي خمسة على اتنين، الف ناقص ب، الالف بنص ناقص ال ب باتنين، نوحد المقامات نعملها بالتلات خطوط المرة دي، ادي اتنين، واحد ناقص اربعة يبقى سالب تلاتة على الكام؟ على الاتنين. هو ايه المعكوس الجمعي؟ المعكوس الجمعي هو تغيير اشارة الرقم. المعكوس الجمعي هو تغيير إشارة الرقم. إنما المعكوس الضربي قلب البسط والمقام. خلينا في الجمع النهارده. الضرب هنبطل الحصة الجاية إن شاء الله. يعني أنا لو عايز المعكوس الجمعي للتلاتة على خمسة، بنقوم مغيرين الإشارة تبقى سالب تلاتة على خمسة. لو أنا عايز المعكوس الجمعي لسالب نص يبقى واحد على الاثنين. يا استاذ هو انا مش بغير الاشاره، دي كانت موجب المقصود سالب ودي كانت موجب المقصود سالب؟ لا، انا بعتبر ان كل ده عدد، دوت كده عدد واحد، بغير الاشاره من قدام من هنا. بس الاشاره احنا ممكن نحطها هنا كده وممكن نحطها مع الرقم فوق. طيب ماشي، المعكوس الجمعي لسالب سبعة على سالب حداشر، غير إشارة واحدة يبقى سالب سبعة على حداشر. يبقى المعكوس الجمعي هو تغيير إشارة إيه؟ الرقم. في معلومة من السنة اللي فاتت، هو أي حاجة أس صفر كام؟ أي عدد أس صفر بيساوي واحد. يعني لما أقول المعكوس الجمعي لسالب تلاتة على خمسة أس صفر، ده دي أصلا بواحد، يبقى معكوسها الجمعي سالب واحد، يبقى المعكوس الجمعي بتاعها كام؟ سالب واحد، يبقى أي رقم أس صفر معكوسه الجمعي سالب واحد، أي عدد أس صفر معكوسه الجمعي سالب واحد. أي رقم أس صفر معكوسه الجمع كام؟ سالب واحد. معايا مستطيل، الطول ده بخمس والطول ده بثلاث أسباع، أنا عاوز المحيط، أوجد محيط المستطيل. محيط المستطيل الطول زائد العرض في اتنين، محيط اي حاجة في الدنيا يا شباب بجمع الاضلاع، ده وده وده وده، او دوت زائد دوت ونضربهم في اتنين عشان دول زيهم. محيط اي حاجة في الدنيا ايه؟ مجموعة اطول اضلاع، ده وده وده وده، او اجمع ده وده واضربهم في اتنين، يبقى اتنين في خمس زائد تلات اسباع، يبقى اتنين في، نوحد المقامات، خمسة في سبعة خمسة وتلاتين، وهنا سبعة ودي خمستاشر، يبقى النتيجة اتنين وعشرين على الخمسة وتلاتين، أضرب في اتنين يبقى بأربعة وأربعين على الخمسة وتلاتين. نتمنى أن نكون استفدنا. أي سؤال أنت محتاجه، أي مثال مفهمتوش اكتب لي في التعليقات، وإن شاء الله هجمع كل تعليقاتكم وأعمل لكم حلقة مراجعة فيها كل التعليقات. وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله.